If the centripetal force exerted on a swinging tennis racket by a player hand is 40 newton، يعني الشخص بيزق الراكت المضرب بفورس مقدارها 40 نيوتن، exerted on يبقى دي اللي على المضرب بواسطة اللاعب. Well, how much reaction force is exerted on the player اللي هي العكس R by the racket، يبقى دي الفورس اللي البلاير يبذلها على الراكت، العكس بقى رد الفعل. احنا عارفين ان كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فنقول ان الار لازم تساوي الاف، وبالتالي هتساوي 40 نيوتن.